فر سيادتك يا فندم. دكتور سعيد بدر استاذ مساعد بكليه الفنون الجميله جامعه اسكندريه. تمثال حارس التاريخ ده بيرمز ليه يا دكتور سعيد؟ زي ما حضرتك قلت هو انسان مصري واقف في سمو شموخ بيعبر عن او بيرمز لحارس التاريخ. حارس التاريخ ممكن يكون اي حد فينا. كل انسان مصري غيور على بلده بيعمل صالح البلد وفي نفس الوقت بيحرص كل ما هو ذو قيمه في هذه البلد. يعني باختصار حارس التراث، حارس القيم، حارس مبادئ، حارس كل المعاني الانسانيه اللي بتنهض بيه هو شخصيا. هو رمز زي ما اتفقنا، وبتنهض بيه هو شخصيا وفي نفس الوقت بالتالي بتنهض بهذا البلد العظيم في وسط الحدث الرائع اللي هو قناة السويس الجديدة اللي تعتبر شريان جديد للحياة في مصر، واللي احنا كلنا فخورين بان حدث زي ده او مشروع زي ده تم بقيادة واعية ورؤية واضحة وغيورة على بلدها. فلابد ان احنا نساهم وفي نفس الوقت لابد ان احنا نبقى غيورين احنا كمان، ونقدم ولو شيء بسيط للإسماعيلية ويبقى بجوار الحدث الجميل ده قناة السويس الجديد. يعني تمثال حضرتك يا فندم هو رسالة لكل مصري بان يحافظ على التاريخ او على الهوية. بالظبط زي ما حضرتك قلت، يعني يحافظ على القيم، يحافظ على المبادئ، يحافظ على التراث. والتراث بمعناه مش اللي هو المعنى الملموس، ولكن المعنوي يعني في نفس الوقت. التراث تراثنا عظيم، سواء كان تراث فرعوني او تراث اسلامي او تراث قبطي او الى اخره، لكن احنا كمصريين ونشأنا في هذا البلد اللي له طبيعة جغرافية خاصة وله تاريخ خاص وله أبعاد بطولية رائعة على مر العصور، كل ده احنا يعني برمز ليه للشخص المعتز بنفسه اللي حقق كل الانتصارات دي لحد النهاردة، اللي حفر قناة السويس واللي عمل واللي بيقول والاستاذ اللي في الجامعه والشرطي اللي في جهازه والجندي اللي واقف بيحرس بلده. كل المجالات، كل انسان على في مصر تحديد هو حامي وحارس لتاريخ هذا البلد وقيم ومبادئه. يعني حضرتك زرت قناه السويس الجديده يا فندم؟ اكيد. انطباعك ايه عنها؟ والله يعني ما اقدرش اوصفه لك، يعني الإحساس بالفخر والاعتزاز وحالة كده من رجعنا لمصر ومصر رجعت لنا. رجعنا لمصر ومصر رجعت كلمة لنا. جميلة أوي. لو في رسالة تقولها لرئيس السيسي صاحب هذا القرار يا فندم بإقامة قناة السويس الجديدة. أولا صاحب قرار جريء، صاحب شخصية واعية وليها رؤية. كلنا اعتزينا فعلا بأنفسنا وانتمائنا لل